أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا التوحيد نغمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعرفت السدر بالخالق الواحد الأحد وحد السوسع الوشريك. وقال ينظر موضوع عن قرحان وذل الساس للدين الإسلام شو شون إشي في الدنيا غلوان في ضد القعان ما يخطر لا إله إلا الله. ذن شتكد قوين الأنبياء والرسول قمزوروا على ماذا قالوا يقال النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وين دقوين غير دقوين وين دقوين الأنبياء لأنه قفروا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال من في السنن ابن ماجه إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر أكوين سذكر قوين إذ يفرر ذي القمم ما دنظ لا إله إلا الله. كما يتمثل أي خطر أتصيك فغم أوريد الدنيا أتصيك تصوغ الرن أتصيك إكتواهي كان أتصيك تورانا الأقوام إلقرن أغفشوا أي خطر فغم فلا إله إلا الله. وذو أجل إذا الأصل أي ثلاثين دي ثلاث قمذان دي ثلاث العدد الدنيا من يستعرف سوين تدخل قرص لا إله إلا الله وسيخدمان ما شريك. كما يتمثل إجاز يخدمان شريك المشركون أي يتمثل استعرف باللي نصيب ربي ثني دقيقا استعرف باللي غادي نسيد ايغارس قال نسيد نقل نسيد حقون يقرب سيدي ربي قويس الدولة ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. لو كان سيدي سيدي هذا لو كان يدخل قرا ديني نسيد ربي ولكن خدمنا سجري وتعذبنا له سبحان الله. كما يتمثل والتوحيد التوحيد للعباده إذ وجدني ذل الساس للدين غص أدمنا نستوحيد الربوبية بلين سدر بين دي خلقان سدر بين درس قل سدر بين حقول سدر بين نقص سدر بين سدر بيرن سدر بين كل شق الخلقين سال أمر نس ولكن ما دقنا أثعفيد نارا ورسعد بشي خلمن إيه مثل خلمنا ساشريك سدر بين الخالق سبحانه وتعالى. كان إيه مثل والتوحيد للعبادة توحيد الألوهية ذنش تقيمة باش يعني ما يعبد سيدي ربي ذي عبد يون سيدي ربي ذي عبد العبد سيدي ربي ذي دقيقا وسيخدم لنا شريك اللي وقت توحيد الالوهيه ذي عبد وسيخدم لنا شريك اللي وقت يد الاساس يفيد شجاع سيدي ربي من الانبياء والرسل اللي وقت يفيد شجاع في كتابين اللي وقت مره اللي وقت مره اكل يفيد خلق الانس للجن باش يدافع عنهم. يقال سيدي ربي كويس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الى العباده من دون مره أكو خلقه في بشر يعني الله أكبر. كيف مثلا جعلني المشركين قال لك قال سخر من أشرك سيد ربي جعلني معبدنا الأصنام عبدنا الأصنام ده شاك يخدم وزره مه غصب أتصور ده الصفة للعبد ولكن ده شو يتحرك أنا وقدي تسكر وكم من عالم وكي نفع وكي تدوره ولكن جعلني مثني بالليمة شو وجدني سار تقربن غير سيدي ربي تقربن سيزرا غير سيدي ربي جعلنا وجد العمل الصالح يخدمه وانسى الجريمة أعظم إجرام أعظم الجرائم اللي يخدم العمل وأكبر ذنوب ذي الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر أشو أكبر الكبائر مرة ولا يخدم العمل ثم قرحني ثم زنوب الشرك بالله أو الإشراك بالله ما لسي يخدم يعبد إسيد ربنا شريك وعقوق الوالدين وشهادة الزور. إذا الشاهد الشرك الوجيدة بزوره ما يخدم العبد إسيد ربنا شريك إذ وجيم إذ المجدي مثلا قرأة يخدم سبحان الله. كيف مثل هذا عبدن إسراء الذعون غير وصل أستغيثني السن باللي هذا ثنعيون السعينني السن ولا في هذا النظر قاعد عند الحيوانات عند ذي سجل تشوفوا ناسي لانه ذي قاعد عند اغذيه في
أتي مرة لا تثمر الهند يفترض كل ده شيء جاف عارف نقول تزيني عارف نقول قطش عارف الهواء إن كل يوم ده شو جاف وجي مرة أقوى ضغط للتصور للرجل العيب هذا جيم جالن أنشتكين إن سعنا ذا الإيموية نسن إمزورة والجدود نسن يتصور بيهم جالن أفريد الصوابي لا نقفريد للحق ونكرن أين دوبين الأنبياء الرسل وخذ من اسم الجيلات المشركين القريش عن طرس خذ الله الجيلات يا رسول صلى الله عليه وسلم الرسل مش جائز دي يقول لا إله إلا الله أذو خرن العبادة للعباد ذو غير العبادة رب العباد أذو خر العبادة بزرع أذو غير العبادة العبادة سيد ربي ولكن ديكلاري ناس حرف أنت حرف أنت أي مثلا الله أكبر يقرد سيد ربي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الشواطن يبغى نصب بيرب في الاسم وجعلني من سن قبلي دي لها يقرد سيد ربي قويس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إن هذا مثل أي أثن ينفع من الضر أجعل بمجان أريد سوى السبيس على التقرب من غير سيد أربين لو قال الشفع عن نكسن أزكزت سيد أربين قرأ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار بمجان بالأسنى بمجان يسال تقرب من غير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نشتاق يعني مثلا ام زورون يقولون شو نشتاق نكتب على افريد كان يقصد لنا ينحرف افريد الصور القوم سيدنا نوح عليه السلام وجينا وجيت سيد ربي القران الكريم ود سوى يغوث ويعوق ونسر انشتو وجينا ذي الجازين يعني قلنا ذي العصرين عباد الله الصالحين ولكن اسمي مثل ويقرب الوقت ناكل ايه روحنا كنا يشم يعني تاسف في الاسم وحزن في الاسم تاسطاسي من مثل ويشمتني الشيطان ليس يعبد كم لو كان اثنت الصورة لو كان اثنت خمم اثنت الصورة سيزرع السفة انسنة اثنت سرسن اثنت سمقيم ما اثنت سمقيم كنا اتوقع السفة انسنة وصور تلف لون أثنى تسعانا ذن ذي في عائل نسم أخذ ملكني صورة من بعد الجيل من بعد الجيل يغيب وغير من دوية ذن ذا عفا ذي ذن عفا الله الله الجيل نمزور وما يروح يغيب الجنة ذن ذا عفا ذي ذن عفا يعفا إزار النيام أيات مثل سبحان الله كان أيات مثل يقرد سيد ربي قبيس وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد ضلوا كثير ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا إذن الغلو ذي حرام العبادة الشدار بوحدس وزعال مشيك انتصار ديورا غفية قرب وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبد الشدار بمصدم ثلاث مشيك يقرد إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه يقرد هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين يقرد سيد ربي لسورة الفاتحة إن سمر إياك نعبد وإياك نستعين معناه إذا كشكال نعبد إذا كشكال إسان نستعين يقرد جوايس وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون إس خطر ده الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسكر للرسول يتشجع أقفيه وحغز نغس العبادة إسي ده ربي وحدس لا إله إلا أنا فعبدون إن إن إس نغس إذن كيني كان هذا تعرف المدخل يخدم براشير والآيات دي القرآن الكريم أطاس أي مثل أنشتقين يفقرت سيد ربي سبحانه وتعالى نس الأنبياء نس الرسول نس بلين العبادة سيد ربي وحده هو يخدم على العبد الشريف دي فرض نسيب العبادة الحق إذا نتسكن إقلق هذه الشعبة سبحان الله كما يتمثل ولاش الوسيط طريق إن يرسم باش أتعرف ذكرا نستمد يقرب سيد ربي سيد ربي وحدس نسيب عبادة شو الوسيط يقرب وقال ربكم ادعوني استجب لكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وسيدي نرى فقل لهم إني قريب، ينسى إني قريب معناه وتسلال الوسيط قال سيدي ربي أكد العين إذ عمر سيدي ربي قبيا أنغى سيدي ربي وسقال لهم إيون إيسي سالة عديد نصر سكر النغلي سالة عديد بشكل يقرب على سيدي ربي سبحانه وتعالى. كمية مثل قال سيدي ربي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعرفوا باللي سيدي ربي وحدس وحده ولا شريك له. سيدي دقيقا سيدي دقيقا جدودي كي دقيقا نبذ ذلك آدم ما أتظر باللي وحدس ويسعى لنا شريك شو نشتكي ساعة إذا يقول لك يحمي الشرك الباقوك الذنبان قرحا مرة نعوك أعظم ذنب الشرك أي مثل والطاقة دي غشي أما زيكا مساقيا قؤلان الكثرة دي غشي خذ الناس الشركي سيد ربي اخزر كلمة مثل دي قال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. سورة يوسف عليه السلام وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. الكثرة دي العيبة ماشي دي مؤمنين ولكن دي القليل المؤمنين نقل لكن تقل سنخل من الشركة سيد ربي الله أكبر. أم كنت قال سيد ربي سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون. ذي القليل نغيب من نكني الكثرة ذي سن أمنا ولكن خلاص الشركة سيد ربي الله الله أكبر الله أكبر. كان يعني مثلا ذي نسان سوى الشركة مسيك انتشر الشرك ذي الأمم النغم بعد سيدنا نوح عليه السلام سيدنا إبراهيم وقوم سيدنا شعيب وقوم سيدنا لوط من بعد وغيت الأمم من بعد من كل يوم يتبع الجدوديس يتعنى بغى الجدوديس استمد شمية خدمة كان كينا خدمة الجدودي وكان خدمة بلقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله أكبر. أزرق كان فقيت طران أمكيت جدا إلى الأصنام يسرى أزرق كان يهد مثلا أزرق كان ما قيت طران مرينا إذا عو العبد يوزروا يوزروا تشوان جران إذا عو العبد ذا شاز دي خدم شاك دي خدم وزروا وذي حرام وذي وقو كل إذ العمل يعني إكسان ذنبا قرحان وذي عفر ربيهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذي قال سيد رب الخالق سبحانه وتعالى كذي مثلا أحيانا خدنا لك جدودنا بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. الله أكبر سبحان الله. ماذا قلنا نشتكي وقلنا ذي هيك وقلنا بيان يدعو من ذلقني لك سلمان دقيسة مثلا اسمها ألسة والسلم مزايا صحونا الفرابين الذعون صحونا الإزرانة الذعون ذروحنا للمدخان الذعون عني ما سيد ربي عني ما سيد ربي أتصطفون دل وسيلة سيد ربي باش يعني أزن تقضي ثقاوسا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وسيد ربي بغالي ديري الوسيط يالي سيد دعو يسق بايا ما سيد ربي إذن تكي دقيقا شريع ديس ادعو يسا سيد ربي سيد ربي سبحانه وتعالى يقرب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كما يتمثل إذا وكينا نشتكين ذي الشركة ذي القليل يكسر من يتمثل وذي الوجبة في أهل العلم مرة في العلماء باش الموضوع كان أفقد منا في المواضع النظام أدر جنان ثمسة تقين من التوحيد أشتكين ذي نسبسل للعمل من بلاد المران العمل يسكر وين يخدم كامل يبطي تصل الزكاة بالصوم ذي الحج مرة مالين العبد المشرك يخمس الشرك سيد ربي ورتع الدائرة غير سيد ربي يقرض ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما ذكي اللي أخذ الناس الشرك سيد ربي كالأخذ من مرة كل يبطل. الله أكبر. كما يتمثل يقرص سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن في شجيح ولقد أوحي إليك الله إن في شجيح المعصوم صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن وحرني الشيني أخذ الأنبياء لنقضيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ماذا إذا خلص الشرك لعملك مريت عملك كروح الله لئن أشركت ليحبطن عملك
ولا تكونن من الخاسرين. قسم من الخاسرين بل الله فاعبد. خزر كلام كده المفعول المفعول يقدميه أقفي 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 الفعل بل الله فاعبد معناه أذعب الذرنين النذر حشى سيدي ربي أسلوب الحصر والقصر حشى سيدي ربي بل الله فاعبد وكل من الشاكرين. كل العبادات مرة نقك وتصلي الزكر والصوم ذي الحج مرة أثنف عالم خطر بابيس تجهن ملاثين شدي قرد سيدي ربي وبيس من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ونسخ من الجنة سيدي ربي حرم في اللسي جنث. سبحان الله كيف مثلا ما من نعمة التوحيد لا إله إلا الله من زوال ذكرام ذي المعنينس إله التوحيد الربوبية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد توحيد الله في أسمائه وصفاته توحيد الأسماء والصفات إشهد ربي وحده لا شريك له لا مثيل له. كيف مثلا توحيد الربوبية من نسيدي خلقا نسيدي رزقا كل شيء إنس نتكسر برب ألا له الخلق والأمر إذا نسيدي خلقا وإذا نتكسر برب وي أمكن تزمر ضد إذا نسان غير خلقا تكسر برب لا ودي خيق لسان برب إذا نسيد فغلاص برب حد خيقه ولكن ماذا قلنا إذا نسان غير خيقا وحده لا شريك له إذا نسكني دبونا ذي البرق طال نسكني قزار أمكان ذي البرق إذا نسكني إذ يوقن إذا نسكني ذي السياح تقزر دش كسرحني قاعة تقزر دش كسرحني عبدي إذا خيق ذات سيامة. سبحان الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. الله أكبر كما يتمثل. إذن وكان التوحيد الربوبية إذا نسيت خيقا إذا نسيت رزقا إذا نسيت حقول إذا نسيت نقل إذا نسيت تعزل إذا نسيت تذلل إذا نسيت اقرف إذا نسيت سلسل أنت كل شيء كل شيء أنت تكسب البر كل شيء أنت إلا وين قرأت توحيد الألوهية ما استعرفت توحيد الربوبية إذا أتزرع الرب أتزرع سيد رب الخالق شو شو شيء كده يومات خدمة أم كذا أم كذا تعبد شيء من أينك أين خدميت إنك هيكون خدمة أكثر عبد ذي الأوامر ذي النواهي تجد توحيد العبادة نقطة وحيد الألوهية أتعب ذات سيد ربي أكل يدينا هذا تخلم خطر تستعرف بلد نسكي دقيقة نسكي درسقة وغرفور ساقوية نسكي حسن ذنسا كل شيء في سيسي قلنا إذا أكل يدينا هذا تخلم أستبعاد العبادة عن الزدس أستبعاد في التوحيد الربوبية أستبعاد توحيد الألوهية كما أليف مثلا وتسير على ذي العبد إلى غير من سيد ربي أتعب ذات ذي عبد تعب ذات الأصنام تعب ذات الزرور تعب ذات الحيوان تعب ذا التجران تعب ذا طيش تعب ذا قلت زيرين تعب ذا الهواء ذا شيء خمن للمخلوقين مراويين دو سيدة ربي إلان ثعب ذا مضيما نيكا بنادم. سبحان الله وثعب ذا يعني وثعب ذا الملك النفيم وتعب الذراء النفيم وتعب الذراء صلى الله عليه وسلم الذي انسال هذا الغير نظام يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه لكن ذي يعب ذا يقول ميم ولكن يفكيد ربي الوحي ثم في كيد الرسالة ذي العبد يكون مين ذي الجسام ذي الصورة ذي الخلقية أو ذي العبد يكون مين ولكن خلاف خطر سيوحى إليه خطر تسيدي قرن ذي قوي قيفة لكن هو بريد ذي العبد من سام الدنة ذي العبد من سام الدنة النبي صلى الله عليه وسلم ذي العبد من سام الدنة إيه يتساق الوحية يتساق الدربي الوحية درك يديه إيه كيد الرسالة إنك سودتي عبادين لا الرسول بسويس دويس الرسول يسحى رسالة يتلقى الوحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أين دي نمرة أين دي قرص أين دي قمرة أين دي قرص إلى ربيع ذي المعصوم ويغلطنا مش دي صور سيدي سوهم أين دي قرص إلى ربيع دي دي قرص أنا ترى كيف يكون الشيء سيهم لا لا وين ذا الرسول وين ذا المعصوم وين ذا النبي وين يقول الرسالة وين يتلقى الوحي يختار في سيدي ربي العباد يا العباد يرث ذا النبي يرث ذا الرسول إذا ماشي كيف كيف كي إن ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم باش نعبد ذانا إن ذاك عبد الله ورسوله ذي عبد أنا نسعى سيدي ربي غث نعبد مرة جميعا أم الأنبياء ذا الرسول أم العباد ذا المرة فوق سان إله الواحد ذا نعبد
النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدي قلنا الرسالة الخالدة، يدي قلنا الرسالة الكاملة، يدي قلنا الرسالة ألم يفنى العمل الدنيا إذن تسمى ذبع ذا القرآن الكريم ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف مثلا الأقوام قاعدين مرة أكبر تبويزن يعدم الوقت السن فعلا الأهل وذيك فعلا الأنبياء يمزورا للوذة أثن في عالم، ولكن فين غير فعلا كوني ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسيب يقولنا الرسالة شمع مرة نوك الرسالة دي تقول الأنبياء يمزورا مرة نسان تزدخل القرآن الكريم ودن سدر على التوراة للإنجيل للزبور لويض 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 نغلى أنا عبد الله عبد النظر يكفينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة للقرآن الكريم 14 القرون يجي يدي نزل القرآن الكريم المعجزين استبقوا راحت معجزة ومنهج 14 القرون يجي ويزن رادة سفوس لعبد الدخلة في غيار يولي حرف خطر حروف ذات سيدة ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ إن الذين كافي حفظا ويحفظ ذي الدليل الواضح ولاش تشيك مغيرا أكن السيد كما الرسول صلى الله عليه وسلم ألث نقار السجيد العصرنا ألث غرر العباد ألم يفنى العمر من الدنيا ثمرة سبحان الله. كيف مثلا إذن ولا عبد العبد الملك ولا عبد النبي ولا عبد الولي ولا عبد الشيخ ولا عبد يون فاس ولا عبد يون يمس ولا حاشا سيدي ربي وحده لا شريك له سبحان الله الضعاف وحده لا شريك له أكن يدينا سخن سخن بين في يدينا وخرا سد سخرا أتسد أدي العلا على أرسل ربي وحدس أدي استعين سيد ربي وحدس إياك نعبد وإياك نستعين أتحمي خطر سيدي في كان رزق مرة وكل شيء سيدي في كان قلت متاع ذاك مرة إذن سيدي في كان كامل وتوذن خطر لا يقابل الشيوعة المكرن الشيوعة وركت صفادي وبرد سجاله وكيسها قبره. كيف مثلا تصدمع ذي الجنتيس وتسقط الجهنمين سبحان الله وتسجد الرحمين أي مثلا وذي العفوين سبحان الله. إذا أتحمل وتبوذ ترجوذ أنشتبوذ قبينا للمشركين غس قبينا الربوبية نسيني دقيقة نسيني درس قل نسيب كلش ولكن بشدة عبد خاطئ بشدة الأسغل وي خاطئ لعبد الأصنام كل يوم دشوين عبد أي مثلا. إذا وقت توحيد الربوبية توحيد الألوهية وثنى توحيد الصفات توحيد الاسماء والصفات باش الانسان ينفرد سيد ربي سبحانه وتعالى سوينيسك سمى ايمانيس وسوينيسك وصف ايمانيس اما ذي الاسماء قسم ونس اما ذي الصفات نس الانسان اليم نيس ينديو يدير سيد ربي ذا القران الكريم اذ وين يقول ان في محمد صلى الله عليه وسلم العب اليمن شوينك سما سيد ربي ايمانيش وشوينك سيد وصف سيد ربي ايمانيش ويسعى على المثيل ويسعى على الولاد الشريف ويسعى على الند ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولاش المثليش ام سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. اذا ولاش ولا يتبع العبد غير مخيف ان في محمد صلى الله عليه وسلم ويتسفغ على العبد الشريعة يعنيش أتوحد سيد ربي وتخدم دار ماشي سيد ربي وتستبعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ساقي ديف جلن أمي أري عبد العبد سيد ربي سبحانه وتعالى. كيف مثلا أنت غدي غير ولكن مكاف نعبد واخذي ديسكين ذو بينك نغدي شجاع كنيا ذن في محمد صلى الله عليه وسلم أنت ساقي يغدي شجاع أم كارث نعبد أما كذي الربوبي التوحيد الربوبي ينس أما ذي التوحيد الألوهية أما ذي التوحيد الأسماء والصفات سبحان الله. إذن الأمية تسعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الواجب فلس هذا تتبع إذا قسمي دي شوى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا الساقي غير تعيش حاشا ما يفنى العمر الدنوث إلى يوم القيامة إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا نتبع سبحان الله. كيف مثلا يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم قوبلش والذي نفسي بيده أحق وين يقمل كما روح قينه والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني وفي رواية قال ما حل له إلا أن يتبعني. يقول سيد ربي إن ذلك اللي موسى عليه السلام موسى عليه السلام إن ذلك اللي حقيق لا إن ذلك السكر ذي الدفاع سبحان الله. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم جغون تسل الأمور تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي أبدا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. إن جغون تسل الأمور جغت وتسفع مالاما وفريق ماذا قال تفهم ذلك القرآن الكريم السنين سبحان الله. إذن وجد بلغي ودي عباد الدنيا الرسل قد روح الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلى كافة للناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولاش وين وغادي يروح على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مليار العباد الدولي تبرا يسون توس كونسيرني غير هو سمي يروح النبي صلى الله عليه وسلم العباد الدولي تبرا راه بقى الدولي تبرا ديال الوقت كامل لما يفنى يوم القيامه لما نسمع فاك الدولي يروح دوك العباد الدولي الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ثقويه تبرا اكل الزين أتزين أتزين غروش وجدوا بلغي ولدي فقئي وفريديس سبحان الله ودي قرأي ولد تبع توراتنا تبع الإنجيلنا تبع فلان تبع فلان وخلق وناثي أليه تبع نشتكي مرة يعتبر ذا الكافر محروم الجنة فيك شمالا كيف مثلا المش يكون أعترف في الربوبية بلد سيدة بإذن دقيقا نسيدة الزق نسيدة إذا الخالق ذا الزق نسيدة إذا حبوني إذا نقل نسيدة سبيرا ولكن العبادة مثابرين لنا ولكن ماذا قلنا موثع بإذن الله وثنترفع على الربوبية كأعترف من الإنسان هذه دقيقة يقرد قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوا الله ما أعترف أستعرف السيدة بشين وفتبعنا شو موثع بإذن الله ما دام تعلم بلي نتيقول دقيق نتيقول درس خمس تيقول حبون نتيقول نقل اشنو اتبع مرام افريديس شو متسوحي المرام الكفريديس ذا فريديس كان تفعم اتعرف من واحد اسو استخدم مرام اشريك قالت سيد ربي سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا عذن وذن سيد ربي سبحان الله أين أثني الفعور لسلورون أسقابل وكان هذه الشفعة فلنا أسكزت سيدة الله أنشتكي مرة الشيطان إذن تزيين أنشتكي وجعلني من سند قريني لحن الله كما يثمثل هذا عظم الأصنام هذا عظم الحيوان هذا عظم إزرام التجرام لأنه ذي قاعدين الأنبياء لأنه ذي قاعدين الملائكة كيثمثل ماشي الخالق نود يخلقن دون رزقن يستحق البشر يتوعد سبحان الله كما يتمثل الرحمن الرحيم الرزاق العليم المدبر للأمور نسيك ذبنا الرحمن نسيد رزقن نسيك على من المرس الخلقينس تثمش طحت لما تنقرتي زرام وين تعيش داخل البحور وين تعيش ديال الهواء وين تعيش ديال القاع وين تعيش الدواكاي يعني ميسن سيدي ربي الخالق قطر سيدي دقيقا نمشي للبير ديال الامور مره اكو يا ديون الصواد صار سقيس يا ديون صار شي خدم ولا شنو كفرن اف سيدي ربي ولا شنو الزمان ديالو اف القبضه نسيد ربي نسيد الملك انسان سيد العليم اجعل من كلش انسان الزمان كلش القادر على كل شيء والإنسان أيضا الفعال لما يريد أن يسجد زمان أن يخدم أي شيء يهوان أي أي شيء عجبن أي خطر ولا شو هذا القرآن ولا شو مو يزميرنا وسيد ربي ذا حقين وسيد ربي حش الخير يخدم بيدك الخير إنك على كل شيء قادر وكرب لنا يخدم مرة ذي سياح سبحان الله كما يثمثل إذن ماشي وين يسعان الصفات يشبان تيجين يسعان يسمون يكسمان يمانيس ماشي الوقيق لا قد يشوع بدا صح سبحان الله إنسان أيد السريع يكسلن الدعوات العباد ينس كربوان يحرك الديقاع يزرع يسليس كربوان يحرك يزرع ديت مش تحت لما تنقرات وإذا إنسان أيد العزيز إنسان يغلفن ولكن يشوع غيابان ولاش يشوفوا يزميرنا ونسى ولاش يزميرنا انسى قد رزق المرة وانسى وريح وجيون الله كان يثمثل إليك قرأك سبحانك الله يون يكيس كين من وريدي حد من غيري أبرده وانت تفعل ما يفهمي السن يغرى يحفظ له دوري وري غليم وري ندم وري خبيب يندم إيه الحي بستفديه الله أكبر كان يتمثل سيدة ربي يقول نسعى وين تتشافين ونسعى وين يتكنش الغرس ونغير نسعى المثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سيدنا لك ليس كمثله ولا شك المثليس كامل سبحان الله انبث ليه سيولا سيدي الروي
مدي بحرس شي ولاس يدير ويس على كان يقولون كان إلا كذين كان أضرعه مدي بحرس شي ولاس يسلي كده يدير وين مدي الفرس شي ولاس يدير وين مدي الهواس شي ولاس يدير وين ندث بغثيا أثلي فسدي فسدي رب يا رب يا رب مش صولة يدير وين خطر نساء يسل ويغف يا رب سنبه إلى هذه الرقوين نظر نسأل كويد ويدي سيارة شي سنير لا لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان الله وسقر رب لي صحبة وزروه صحبة أسلامنا صحبة السنة ولكن شوي إذا إنسان تقرب الله سيد ربي نغس نغتجرى نغس سوى قول تزيري نغس سوى قول قطج نغس ونغس الأنبياء ورسول سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وغدي وصار بلي هذه صحبة العبد غروس كينس بلي أندعو أندعو غروس إدعو مع سيد ربي يخنسي سنان لابن عباس رضي الله عنه إنس فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إنس مرضي فضي سيد ربي ما استعان استعان سيد ربي أكسي نام أيات مثلا باش خزر كان دوش يعمل فيه صلى الله عليه وسلم خطر يقرس سيد ربي وقال إياك أدنى إياك نعبد وإياك نستعين كان ألن قال 17 بعد أن الصلاة الفرض على الأقل كان نعبد كان نستعين سيد ربي لذلك إنس لابن عباس رضي الله عنه إنس فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله من قال ضيبه ضيب سيد ربي ما استعان استعان سيد ربي وقيم النبي صلى الله عليه وسلم يكسر خشية ون أفمسات من التوحيد كل شيء صفات كل شيء صفات ماذا نتسايد المعصوم ذا الخيار وين دخل سيد ربي القاعة الناس مشي ذا غورين على ذا العوض الناس ذا عار سيد ربي فما بالك أسدعو ذا الغيرس الغيرس سبحان الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه باش الاستسقاء باش دغلين مقل القاح دغلين هو يرضي فسنس الناس من غسل ربي زهنين توسيد سن في محمد صلى الله عليه وسلم إذ حميض أكثر من دوليث مرة ولكن السقيم يشيد إني سن توسيد سعني سلعباس خطر يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ذاين خلاص إني وتغير القبرين الأعذن القبرين السلام إني سن توسيد سلعباس سعني سلعباس وإذا عنا يرضي فسنس العباس بن عبد المطلب إذا عنا سيد ربي والصحابة مرة الناس آمين وسيد ربي في كيز من الهواء سبحان الله كان يد مثل إذن أنا عقيم اليوم سيد ربي واحد إذن سيدنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين سيد ربي واحد والسماء قيلوا ذمم الدين وش ما خيره ذم الغير وش على الريان الفعيل الخير خذين نفوذ ما ربي وحدس لو كانت سعود الريان تخلط نفوذ من العبد وكتق بيارة ربي تخلطس الشريك سيد ربي وكتق بيارة أزكار كينا العالة قد خلط تخلط نفوذ من نفلان تفلان تفلان روحا يتفكر الرجل ركذ الوثنين نكينا وصال باش تسيس غوارك تدفكر يقرب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سبحان الله كان يتمثل إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم أني معاذ بن جبل إنيس ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إنيس يا معاذ شو الحقيق ساعة سيد ربي في العباد شو الحقيق ساعة العباد في سيد ربي إنيس الله ورسوله أعلم إنيس حق الله على العباد الحقيق ساعة سيد ربي في عباد أثعب دون سخب لنا شيء والحقيق ساعة العباد في سيد ربي يخدم سيد ربي سبحانه وتعالى الحق إلى عباد في الله سنسا ذا شوف إني اسمه ذي قلعه ذن سيدة رب وسخدم لرانا وسخدم لرانا شريك وثني تعد سيدة الله إذن أشتغي تقول دوك العلماء بلي أتخذني الجهد ذا القرحان باش أدفقنا نبريد الحق أبريد التوحيد باش أذقبون غاف الشرك باش أسفى من تنساتي العباد الدولي ذا دعا ذن سيدة رب وسخدم لرانا شريك أدفن وفريدنا الحق أما ذي سون سلاي أما سون خطبات أما سكتافين أما التلفزيون أما ذي المواعظ نص جميع الوسائل مراق يسمى ندفق أنشتغي إلى قذف إلى قوف فينا لغفية خطر وقيد أعظم حق وأعظم واجب إذ وقيد إذ رسل من ديننا إذ وقيد إذ الأساس من ديننا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.